قالوا عنك الجمال فعليك يبان، قالوا انك احلى من كل البنات. كل ده الروح قلبي، مش قادره اصدق نفسي. ليه ده انت تستاهلي اقل من اكتر من كده بكتير. فاكره لما قلت لي كان نفسي في سبرايز سبرايت؟ كان نفسي انا اكتب سبرايت اهو. سندريلتي، المفاجاه دي كلها ليا ليكي. ده انا لو ينفع اجيب اقل من كده كنت كده. انا اتفرجت على فيديو على الانستجرام، واحد جاب لحبيبته كل الالعاب في الهند. بشوفهم. ايوه انا بقى عملت لك بقى احسن منهم، في هديه احلى واجمل مليون مره. كريم بس انا مش مرتاحه. هو ممكن بعد كل ده انت تسيبني؟ اصل هم قالوا لي انت مش هتكمل معايا وهتسيبني. كمل مفاجاه. طيب ونضم ونلت. انا حاساك بتخوني يا كريم. هو انت عامل لي كل ده عشان تصالح خيانتك ليا؟ بتبص على ايه؟ ايه مستكتر عليا المفاجاه اللي انت عاملها لي؟ لا 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 والله كان زمانك دلوقتي قاعد تخون بدل ما انت عامل لي مفاجاه. بلالين ومكلف وصارف وهدايا. يا حبيبتي انا كنت عايز اوريكي حاجه. كنت توريني ايه؟ توريني ايه؟ كنت جايب لك خاتم. خاتم عشان ايه؟ عشانك، عشان بحبك. آخر تخني. انا مش عايزه اعرفك تاني، حرام عليك. كل ده بتعمله عشان تخني في الاخر يا اخي. روح بقى روح.